لا الاخوه الله يجازيكم بخير، قربوا شويه ديال السيمانه وعاود عليك الله يجازيكم بخير. قد نضم دابا هو غادي يشارجا، جينا في اطار هذه الحمله ديال ضد هذا الوباء ديال كورونا، وهذه راه حمله حكوميه الله يجازيكم بخير، اللي غادي تعرفوا بان هذا وباء خطير جدا. الاحتياطات اللي غادي ديروا دابا وليداتكم نبداو بالدراري الصغار، هذه العطله اللي تعطاتهم ماشي عطله وانما تتسمى توقيف عن الدراسه، وما خاصهمش يخرجوا يلعبوا برا، لانه الا خرجوا شي ما درنا والله ما يبقاو في المدرسه. لهذا يتبعوا القناه الفضائيه الثقافيه رقم 4 ولا الانترنت، الدروس راه كاينه دابا تما. هذا بالنسبه للوليدات. بالنسبه لكم انتم الله يجازيكم بخير، اللي عنده حانوت ولا جزار ولا كذا ما يتجمعوش عليه فوق من 5 بنادم، يجي يقضي غرضه من الحانوت ويمشي في حالته. راه مازال حنا المغاربه ما عارفينش الخطوره ديال هذا المرض، راه مرض خطير جدا، ولهذا تنشدكم الله يجازيكم بخير، هذا الشيء خذوه محمل الجد، راه ماشي ساهل هذا المرض. راه الا فات حتى واحد تعادى تلاقى مع 5 غادي يتلاقاو مع 10 غادي تولي لنا كارثه عظمى. لهذا المرض راه باقي في البدايه ديالو في المغرب، لهذا الاحتياط ديروه، حصروه في الاول، الجامع راه تسد، وملي تصليو في ديوركم الله يجازيكم بخير، طلبوا الله تعالى اللطف لهذه البلاد السعيده، لان هذه بلادنا وحنا تنخافوا عليها، وملي تنخافوا على بلادنا تنخافوا على المواطن. بالنسبه للغسيل ديال اليدين الله يجازيكم بخير، الصابون جيل ذاك الجاري ماشي الصابون القاس، جيل دخلتي غسل خرجتي غسل ضروري. بالنسبه للحمام الجماعي راه ما بقاش الحمام اللي يعوم في دارو الصوف بالنسبه اللي تبيع الماكله، واكد على الماكله بزاف، الناس اللي تبيعوا البيض ولا اتاي ولا تيشويو الله يجازيكم بخير حبسوا. اللي بغى يمشي للسوق يمشي واحد من الدار، واحد اللي يمشي من الدار يتقدى اللي خاصكم يجي في حالته، لا داعي باش يتموا غادي ثلاثه الناس ولا اربعه، يمشي واحد، لان الا مشى واحد غادي يقضي غرضه، غادي يجي يدخل يغسل يقضي الغرض، واش فهمنا؟ لهذا الله يجازيكم بخير، هذا الشيء راه مسؤوليه ديال الجميع. العراسات ممنوعين، السبوعات ممنوعين. بالنسبه